وأمام جماهير الغفيرة في المدرجات. أول كرة وأول محاولة وأول تسديدة وأول هدف لرايو فاليكانو. الصاعد الجديد صاحب المركز الحادي عشر سجل 5 نقاط لحد الآن، 4 مباريات فوز وتعادلان وخسارة واحدة. الريال فوزان وتعادل وخسارة. رونالدو طلبها جهة اليسرى، رونالدو وصلته، دخل رونالدو، توغى رونالدو، هيلا منه رونالدو، هدف. كريستيانو رونالدو يعدل النتيجة. قلت هدف الريال، جاء هدف الريال بعد الانطلاقة من كاكا. رونالدو يفك العقدة ويعدل النتيجة ويسجل هدفه الخامس مع الريال هذا الموسم. كريستيانو رونالدو، هل هو المنقذ للريال؟ هل هو المنقذ للريال؟ التمريرة باليمنى والتسديدة باليسرى من رونالدو، كانت من كاكا وهدف التعادل الذي أخطأ هو بونغورا. والذي ربع ساعة أول من الشوط الثاني، جابي ألونسو، إيغوين يفك العقدة، إيغوين يفك العقدة ويسجل هدف ثاني مشكوك فيه للريال. إيغوين يسجل في الوقت بدل ضايع هدف ثاني مشكوك فيه للريال. سيرجيو راموس بالراس وإيغوين بالقدم يسجل هدفه الثاني هذا الموسم والهدف الثاني لريال مدريد. الريال هدفان، رايو فاليكانو هدف، مشكوك فيه الهدف. إيغوين يسجل هدف ثاني، تقريبا كانوا في نفس الخط. التسديدة من جابي ألونسو الراسية من المدافع سيرجيو راموس، ورجل إيغوين تنقذ الريال. الريال يسجل أم يضيع فوق المرمى؟ رونالدو فوق المرمى يسجل، لا قوة رونالدو يسجل، قوة رونالدو يسجل في الظروف الصعبة. يجب أن يجدك الريال يا رونالدو في الظروف الصعبة، يجب أن يجدك الريال يا رونالدو حتى تبرر الملايين من الدولارات التي كلفت ريال مدريد. ريال مدريد 3 رايو فاليكانو هدف، 5 دقائق منذ انطلاقة الشوط الثاني من المباراة. يا له من كاكا العائد، يا له من كاكا العائد. كاكا يراوغ ويخطئ اللاعب موفيلا وضربة جزاء للريال يسجلها رونالدو ببراءة. رونالدو يسجل للريال، رونالدو يسجل كذلك هدفه الخامس. المقبلة الخمسة أو الستة المقبلة صعبة، كرة في الركنية، الهدف جول، هدف، دخلت الكرة، دخلت الكرة، الحكم المساعد لم يقل شيئا، الكرة دخلت، الكرة دخلت والحكم المساعد يقول هدف، الحكم الرئيسي يقول هدف، لأن الكرة فعلا دخلت، والمسجل هو بيتي لاعب وبيتشو. الكرة دخلت يا سيد الحكم المساعد، الكرة دخلت والحكم الرئيسي شفى. هدف ثاني لرايو فاليكانو. ماذا يحدث في دفاع الريال؟ ميتشو يسجل هدفا ثانيا، ميتشو يسجل هدفا ثانيا وهو الهدف الثالث له هذا الموسم. شوف الكرة دخلت، دخلت 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 يا كاسياس، دخلت بمتر او متر ونصف يا سيد الحكم المساعد، دخلت بمتر او متر ونصف، الحكم المساعد لم يشاهدها. بوزي لين يضع هذه الركنية القائمة الأول. فاران يسجل أول أهدافه التاريخية مع الريال، الفرنسي الصغير 19 سنة القادم من نادي لونس يسجل هدفه الأول مع الريال. 4-2 لريال مدريد من فاران، فاران الذي اشتراه الريال ب 10 مليون يورو قبل العقد في الايام التي كان يجتاز فيها شهادة البكالوريا التي تحصل عليها بامتياز فاران. نعم فاران يسجل هدفا لصالح الريال، يسجل الهدف بالعقب. وزيد هيلا لي بنزيما، الهدف جول، هدف خامس للريال. كريم بنزيما يسجل هدفه الثالث. قلت لكم في نهاية الشوط لو تتذكرون بأن الريال لو تمكن من تعديل النتيجة سيفوز بالأربعة أو بالخمسة، بالثلاثة أو بالأربعة أو بالخمسة، هكذا قلت. 5-2 صارت النتيجة الآن، رغم أن رايو فاليكانو أسال العرق البارد لريال مدريد في الشوط الأول. 5-2 أوزيل حطها على طبق،
على يسار الحارس خيمينيز داني يسجل الهدف الخامس للريال. ريال مدريد 5 رايو فايكانو هدفان. الريال لم يكن بحاجة إلى تعادل. الريال السابع لرونالدو في 5 مباريات. براوة رونالدو يتصالح مع جماهير الريال. كريستيانو رونالدو يتصالح مع جماهير الريال ويسجل الثلاثية ويسجل الهدف السادس لريال مدريد. لا نشعر بأن الريال فاز بستة، يعني لو بغض النظر عن النتائج اللي يشوف المباراة ويشوف أداء رايو فاليكانو في الساعة الأولى من اللعب صارت النتيجة ثقيلة. 6-2 لريال مدريد أمام رايو فاليكانو. من شاهد نهاية الشوط الأول طبعا يصعب عليه أن يتصور بأن الريال يفوز بستة، ولكن هذا هو الريال. هذا